وبعدين اكلوا وراكم مدرسة بكرة، واحد فيكم يغيب جربوع فيكم يا ويلة، تفهمون ولا لا؟ واضح يما الجربوع جوري عاد ها؟ لا تضحك وتاكل ولا تتكلم وتاكل، تفهم؟ زفو تجبركتي علي يا جوزة ولا جبتيني أعيش ذي العيشة. منو جوزة؟ يا ولي جدتك الغبي الجربوع. هذا مو جزاع؟ إلا جزاع. أي عيال ال... بدرية بدرية أجي أفزع معاك. استريحي بس جزاع، إيش قاعد تسوي؟ ما قاعد تسوي. إن شفت واحد فيكم واقف يم جزاع أو حتى رد سلام عليه لا وريه الويل وروح لبيوتكم وتفاهم مع أهاليكم. في أحد ينخش ورا المحول يا الجربوع؟ أجل صداق ها؟ طقت ربعي والله يطلع منك خوش كيكة لذيذة. عجبتك يما؟ إي والله عجبتني. تعال ما تبي تذوق الكيكة اللي جايبها أخوك؟ قضية ما ربحت أنت، ليش جايب كيكة؟ لا تكفى أكل عاد. يما الليل كله ما نمت أمس. لا والله، وليش ما نمت؟ قاعد أفكر طول الليل. وطبعاً التفكير شيء جديد عليك. إن شاء الله، وش تفكر فيه؟ عيالك ما وكلتهم ولا مرتك ما عندها فلوس ولا إيش فيك يما؟ يما قاعد أفكر بالرجال اللي جاء ويبي يخطبك. إيه. تكتك الموضوع شوي شوي أشوف شنو حط عليه شروط شنو. شروط؟ وأنت شكو تحط على الرجال شروط؟ خلو سمعني يلا، شو الشروط هذه؟ شنو اللي خلنا نسمعها؟ يعني جاي يخطب أمي أكيد بحط عليه شروط. إيه لا صح معك حق. ما عليه حط شروطك، بس لا جيت من الدوام اسبح ها؟ ثلج، ايش فيك يا امك؟ ابي الثلج وينه؟ في الكبت اخر درج على اليمين. انت تهبلين بختك؟ في الفريزر، ادين ايش فيك؟ ايش فيك ادين؟ يما هدينا على اذبح الحين. ايش فيكم؟ يودينا العبد اللي انا يقول لي ربحت 10,000 دينار، واروح العبد اللي مشورني هناك. لا ومن الفرح والله دفعت صدقة. جزاع لك اخوي. بس عاد لا تضحكون. وانت الله يهداك ما تعرف رقم جزاع؟ ما اعرفه ولا بعرفه. هذا انت عرفته وثاني مره لا ترد عليه. انت صافه معي ولا معه؟ لا والله مع ولادي. وش سوى مسكين؟ يضحك معاك يلعب معاك يلعب. انا كبره يلعب معي؟ انت المفروض تصفين معي وتنصفيني، مو توقفين مع ولدك. الله يقطع سوالفك يا جزاع، لا عاد تعيدها والله ثاني مره ما فكك منه. هذا انا قلت لك ما لقيت الا العبد لي. والله كنت بودي العراق بس خوفك ما يرجع. كازي على ولادي تعورت يما. لا ما زين تعا مهلوسين انتم. العبد لي ها. انا اوريك صديق اللي قد ربحت 10,000 والله ما اخليك. على التقاط وفك شفرة الإشارات غير اللفظية وكذلك لرؤية التفاصيل الصغيرة. أنا آسف، أنا طقيت الباب وتنحنحت ما شفت أحد رد علي عشان كذي دشيت. عموماً أخذ راحتك، أنا يا أخذ عمور وشيخة وأمشي. بصراحة تأخر الوقت فما توقعت أن أحد بيجي. ولا أنا توقعت واحدة تغسل بغسالة تقرا حتى أنشتاين ما يسويها. خلاص عموماً اعتبريني نوبدي، أنا راح أنطرهم برا. أي زين. إيش دعوة بدرية؟ خلاص دامك وصلت حياك تفضل. اي من الاول يقول لك كذي. محمد لا 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 تحاتي عادي كل شيء. محمد انا مو مترجع بهالبيت يا طايح يا مفلوع، ما راح اطلع من هنا من غير اصابات الظهر. تبينا